يحدث أحيانا أن بعض راكبي سيارات الأجرة لا يجد المبلغ المخصص لصاحب تلك السيارة، ويكون لديه مبلغ أكبر منه، فيضطر إلى الذهاب لصاحب محل ويعطيه مبلغ 50 ريالا مثلا، ويأخذ منه 10 ريالات ليعطيها صاحب السيارة، ثم يعود لأخذ الباقي. ما حكم ذلك؟ إنه علما بأنه لم يحدث تقابض المثل في الحال. المصارفة يأخذ يعطيه 50 ويأخذ صرفها 50، يأخذ صرفها 50 قبل أن يفارق، لأن هذه مصارفة ولا يجوز المفارقة إلا بالتقابض التام من الطرفين. نعم.